لو الحكاية فيها إن فيتو احنا لازم نقول هنا في غرفة الكوارث أزمات اشتغل على طول. بنقول إن الأزمات دي اللي تعمل نوع من التدريب أو الإكسرسايز إن احنا بنقدر نتعامل مع الأزمة ونكون جاهزين للخطوات التعامل مع الأزمة 1 2 3 4. طبعا مما لا شك فيه إن أزمة قطاع الكهرباء تمثل أزمة كبيرة جدا، وهي إيه؟ إن لابد نتأكد 24 ساعة إذا كانت هتقطع مرة في السنة لازم المولدات والشركة تبقى جاهزة. فالنهاردة ما كانش عندنا مشاكل غير مشاكل محدودة، يعني إذا كان عندنا في إمبابة العامل دقايق، الجنريتور سنة دقايق، الفرنساوي نفس الحكاية، الدور الرابع أو المانيا للجميع حصلت نفس الحكاية. إحنا مسؤوليتنا في وزارة الصحة تشمل المستشفيات كلها، زي ما بقول الجامعة والصحة والخاص، مفيش فرق، لأن اللي بيتعالج هنا هو المريض اللي بيتعالج هنا، مفيش أدنى مشكلة. فحضراتكم كممثلين وزارة الصحة وهيئتها، قطاع علاجي، قطاع وقائي، تأمين صحي، أمانة مراكز، مستشفيات تعليمية، كلنا فريق واحد. فيعني أتمنى الحمد لله إنكم تشتغلوا دايما بالروح ديت بإذن الله. 3 ساعات الصبح وبعدها بترجع من التدريب. السويس 3 ساعات. طب بقية المحافظات اللي ذكرتها؟ لا بتاعي كويس خليك. ما اتقطعتش كهرباء هناك خالص؟ لا خالص. طيب ما ده الفيدباك اللي موجود من بعض المحافظات. اسكندرية؟ مفيش مشكلة في اسكندرية؟ طيب. نعم. طلب مننا معاليك نقل بعض الحالات على أجهزة التنبؤ الصناعي خوفا من أن يكون المولدات الاحتياطية مستشفياتي على وجه التحديد يا كابتن 6 أكتوبر 2023 تأمين صحي؟ لا 6 أكتوبر مركزي كمان. أكتوبر مركزي؟ تواصلت مع مدير المستشفى وطمني وقال لي لا ده مجرد بس إحساس بعدم الأمان من لا نبقى جاهزين معاه بسيارات إسعاف للنقل لو لزم الامر، المشكله كلها كانت في 6 اكتوبر والجيزه. لكن بعد ما اتكلمنا مع مدير المستشفى واكد ان هو وفر كمان موارد احتياطي لان احتياطي تمام ما نقلناش حد. تمام، الخطوه اللي جايه دلوقتي في غرفه الازمات يا دكتور خالد ان احنا نتاكد ان كل المستشفيات على مستوى الجمهوريه جاهزه بالمولدات الاحتياطيه. وده يعني التدريب الرئيسي والاساسي ليهم عشان دايما يكونوا جاهزين ضد الفيروس.